اهلا وسهلا بحضراتكم. هنبدأ مع بعض ان شاء الله نتكلم على البيم مانجمنت. البيم مانجمنت موضوع طويل جدا، هنحاول ان احنا ان شاء الله نستفيد في الشرح بتاعه، لان هو فعلا من ضمن الحاجات اللي بتميز البيم مانجر الناجح ان هو يبقى فاهم كويس قوي الجزء بتاع البيم مانجمنت من ناحية الاكواد، التشريعات، القوانين اللي بتحكمه هو شغال، الدوكيومنتس اللي بتتجهز لأي مشروع، السوفت وير ومعرفة السوفت وير طبعا مهمة جدا، ولكن فكرة ان انا ابقى فاهم اصل الشيء والمانجمنت بتاعه بيتم ازاي، وبعد كده السوفت وير دي مجرد ادوات، ممكن النهاردة شغال بسوفت وير فلاني بكرة يتغير يبقى سوفت وير تاني، هو ده الصح او هو ده المهم اللي احنا عايزين ان شاء الله نطلع بيه من الدبلومة بتاعتنا. تمام، في الليسون ده هنبدأ ناخد انترودكشن صغيرة كده عن حاجة اسمها الهيستوري اوف كاد اند بيم. هي اقرب لحدوتة ظريفة كده، محتاجين بس نحكيها مع بعض سريعا علشان ان شاء الله نفهم الهيستوري والباك جراوند بتاع الموضوع، ونفهم احنا ايه اللي متارجتينه وايه اللي احنا عايزين نوصله ان شاء الله بالظبط. تمام، فعنوان الليسون A Brief History of CAD and BIM، ملخص سريع لتاريخ الكاد والبيم. تعالوا نبدأ. أول حاجة هنتكلم عنها هي حاجة بنسميها الـ Industrial Revolution Timeline، التايم لاين أو التاريخ الزمني للثورة الصناعية أو الـ Industrial Revolution. طبعا هنسمع المصطلح ده كتير جدا، كلمة Industrial Revolution أو ثورة صناعية. تمام، الحقيقة إن مفيش ثورة صناعية واحدة بس في العالم، هي في أربع ثورات صناعية. الثورة الصناعية الأولانية بدأت في القرن الـ18 وبدأت مع اكتشاف البخار. تمام، لما اكتشفوا ان انا ممكن اسخن المية والمية دي تطلع بخار، والبخار ده عن طريق ان هو ليه قوة ضاغطة او بريشر ينفع ان هو يولد عزم، فالعزم ده يلف مثلا ترس، يحرك موتور، يحرك مكنة. تمام، فبدأ يظهر فكرة التصنيع، بدأت تظهر فكرة المصنع أو المصانع والآلات البخارية والعربيات والقطر وكل الكلام ده بدأ يظهر مع ظهور فكرة الستيم باور أو فكرة قوة البخار. تمام، في القرن الـ19 بدأت تظهر فكرة جديدة وهي فكرة الكهرباء. تمام، الالكتريسيتي باور، فكرة الكهرباء. والفترة دي اتميزت بان كل حاجة بدأت تبقى انرجي بيزد، بدل لما كنا معتمدين على البخار بشكل اساسي بقينا. بعد ما اتكلمنا على التاريخ او الهيستوري بتاع الكاد والبيم، هنبدأ نتكلم على مجموعة من المفاهيم الاساسية اللي هتخلينا ان شاء الله ندخل العالم بتاع البيم والبيم مانجمنت بشكل اكبر. هنتكلم دلوقتي في الليسون ده على اربع حاجات اساسية، وهي الديفينيشنز، مجموعة من التعريفات. بعدين هنتكلم على حاجة اسمها الدايمنشنز، ابعاد البيم. هنتكلم على حاجة اسمها الليفلز، مستويات النضوج في البيم. واخيرا هنتكلم على حاجة اسمها الليفل اوف ديفلوبمنت او مستوى التطوير بتاع المودلز بتاعت البيم. هنمسك نقطة من نقطة منهم نشرحها بالتفصيل او نتكلم عنها بالتفصيل. طبعا انا فاهم ان في ناس مننا جايين من خلفيات فاهمة بيم شوية، تمام، او كتير، وبالتالي ممكن بعض الحاجات اللي تتقال دي او كلها تبقى معروفة بالنسبة لهم. تمام، اللي مش عارف اديه هيعرف الكلام ده بعد ما نشرحه، واللي عارف اديه هيراجع، ممكن يبقى فيه معلومات زيادة اضافية تضاف له. لو معلومة واحدة بس زيادة اضافت ده يبقى شيء كويس جدا في البرزنتيشن ده. خلاص، واوعدكم ان شاء الله المعلومات متوسطة او قليلة، هيلاقي في معلومات كتير قوي اضافت، مش معلومة ولا اتنين. تمام، طيب تعالوا نبدأ على طول. أول حاجة هنبدأ نتكلم عنها هي الـ Definitions، مجموعة من التعريفات الخاصة بالبيم. نبدأ بالبيم نفسه في حد ذاته، كلمة بيم. إيه هو البيم؟ الحقيقة أن البيم مصطلح، زي ما هنعرف في البرزنتيشن ده، مصطلح مطاط سنة، مطاط شوية، يعني شوية كل جهة أو كل مؤسسة بتعرفه بطريقة خاصة بيها شوية. تمام؟ ولكن من خلال يعني شغل وخبرة سنين مع أكتر من جهة ومع جهات، في منها جهات دولية خاصة بوضع ستاندردز وحاجات زي كده، خلينا نعرف البيم بأسلوب نقدر نقول إن هو مقارب
لمعظم الفكر بتاع كل المؤسسات تقريبا، يعني كلهم هيتفقوا على التعريف ده بغض النظر عن اختلافاتهم في تعريفات تانية. تمام. البام هو Collaborative Coordinated Process. Collaborative يعني فيها فكرة العمل الجماعي، تمام، يعني بيتكون من عمل جماعي. Coordinated يعني في تنسيق، عمل جماعي منسق. That is used، بيتم استخدامه through the building life cycle، في دورة حياة المبنى، ودي حاجة احنا هنتكلم عنها كتير في البرزنتيشن ده وخلال البرزنتيشنز اللي جاية وخلال فترة الكورس عامة. فكرة ان المبنى بقى عامل زي الكائن الحي كده، ليه دورة حياة، بيتولد بطريقة وبيكبر بطريقة وبيموت بطريقة. خلاص، حالا هنفسر اكتر الكلمة دي او العبارة دي يعني ايه building life cycle. For creating 3D models، بنعمل بيه 3D models، اشكال 3D. هنبدأ نتكلم على حاجة اسمها البروجكت ديليفري ميثودز، او طريقة الشغل في المشاريع الهندسية، او طريقة تسليم المشاريع. تمام. لو حد سمع المصطلح ده قبل كده، كلمة PDM او بروجكت ديليفري ميثود، فهو نوعا ما عارف احنا بنتكلم عن ايه. لو حد ما سمعوش خالص قبل كده او ما سمعش مصطلحات زي ديزاين بيلد او ديزاين بيت بيلد او كونستراكشن مانجمنت سي ام، او ما سمعش حاجه زي البي بي 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 او بي او تي، المحاضره دي هتكون مهمه جدا جدا. البيم مانجر بيبقى نوعا ما مش داخل قوي في نقطه التعاقدات بالشكل ده، يعني التعاقدات دي بيبقى ليها شخص مخصص مهتم بالجزء بتاع التعاقدات وفهمه كويس جدا، سواء في الشركه الهندسيه الاستشاري او عند المقاولين او عند المالك. ولكن البيم مانجر بيبقى فكرته ان هو اللي هيعمل الشغل، يعني هو في حالة ان احنا هنشتغل بيم هيبقى هو المسؤول عن عمل الشغل بالطريقة اللي نص عليها التعاقد، وبالتالي لازم يبقى فاهم التعاقد ماشي ازاي، وفاهم ايه هي اطراف العقد، وايه الصفة بتاعت كل شخص فيهم، وترتيب الشغل بتاعهم عامل ازاي، والشغل بيبدأ عند مين وينتهي عند مين. كل الحاجات دي لازم البيم مانجر يبقى فاهمها كويس جدا، وده اللي احنا عايزين نعمله بالكلام عن البروجكت ديليفري ميثودز. عامة قاعدة كده، أي حاجة في البرزنتيشن ده نشرحها تقدر إنك تاخد المصطلح الإنجليش بتاعها وتحطه على جوجل وتقرأ شوية معلومات زيادة لو أنت عايز توسع مداركك في الجزئية دي. ده مش معناه إن احنا هنختصر الكلام ولا حاجة، احنا هنشرح كل حاجة بالتفصيل ومن الأول، عشان احنا متفقين أو عايزين إن الدبلومة دي تبقى شيء كامل بحيث اللي يشوفه محتاجش يشوف حاجة غيره. ولكن على سبيل إن الواحد يوسع المدارك بتاعته، تقدروا ان انتوا بعد ما تخلصوا البرزنتيشن ده تدوروا في جوجل على المصطلحات، وهوريكم زي كتاب كده او كتيب صغير في اخر البرزنتيشن. الكتيب ده ظريف جدا، ممكن احنا نعمله داونلود من على الانترنت ونقرا فيه زياده لو عايزين نفهم تفاصيل اكتر او حاجات اكتر. تمام. تعالوا نبدا بتعريف الاول، يعني ايه بروجكت ديليفري ميثود؟ ايه الكلمه دي؟ معناها ايه؟ احنا كلمه بروجكت ده مشروع هندسي، احنا دي فاهمينها، لكن يعني ايه delivery method؟ يعني ايه طريقة توصيل المشروع او طريقة انهاء المشروع؟ يعني ايه البروجكت delivery method؟ ده سيستم، نظام بيتم استخدامه used by الاونر اللي هو مالك المشروع، او الايجنسي اللي هي المؤسسة او الشركة او الجهة المالكة للمشروع، علشان تعمل organize، تنظيم، وفاينانس، تمويل. المرة دي هنبدأ نتكلم على الأكواد بتاعة البيم، الستاندردز بتاعة البيم، سواء الحاجات الناشنال على المستوى المحلي أو الحاجات الانترناشنال على المستوى الدولي. قد إيه الموضوع ده مهم، وقد إيه فكرة الستاندردز فكرة مسيطرة جدا في كل حاجة هندسية، يعني مش بس البيم. خلينا نبدأ نتكلم على أهمية الستاندردز بالنسبة للبيم، الامبورتنس بتاعت البيم ستاندردز، قد ايه مهم ان انا دايما اخلي الشغل بتاعي كومبلاينت على ستاندرد معين، او ان انا ادرس ستاندرد بعينه وامشي عليه. يا ترى ايه هي الاهمية بتاعت الستاندرد؟ هنا لو بصينا هنلاقي اللوجو بتاع مؤسسة اسمها ايزو، مؤسسة الايزو، ودي اللي احنا
المفروض هنشتغل بالكود بتاعها الجديد اللي هو الايزو 19650، بس احنا مش هنقول كده مباشرة الا بعد ما نشرح القصة كلها بتاعت الاكواد وبتبدأ ازاي وبتتطور ازاي، عشان نبقى فاهمين الاكواد دي بتيجي منين اصلا، ومين هي المؤسسات المسؤولة عنها، وايه المراحل اللي بيمشي فيها اي كود لحد ما يوصل لمرحلة الايزو. تمام. السؤال هنا هو ليه انا محتاج ستاندرد اصلا؟ ليه احنا في شغلنا في البيم محتاجين ستاندرد؟ ما احنا في ناس كتير جدا بتفتح ريفت وبتشتغل على طول، صح كده، بيعمل انستول ريفت ويفتح ويبدأ يشتغل، وانا كده المفروض ان انا شغال بيم خلاص، تمام، وهسلم البروجكت عادي، هعمل الجوب بتاعتي عادي. واي كانت اي جاست دو ماي جوب؟ يعني ليه انا ما افتحش الريفت واشتغل واسلم مشروعي وخلاص؟ ليه انا محتاج ان انا اعقد نفسي بفكره الستاندرد؟ طب قبل ما نتكلم على الستاندرد واهميه الستاندرد، خلينا نطلع بره البيم شويه، لان البيم دي حاجه حديثه شويه نسبيا يعني، وخلينا نتكلم على حاجه هندسيه تانية هتقرب الصوره اكتر شويه في الجزء بتاع الستاندرد ده، وتفهمنا قد ايه فعلا الموضوع بتاع الستاندرد ده مهم. تمام. تعالوا نقرا جمله جمله ونبدا ان احنا نفسرها. خلاص. A good way to answer this would be to look at something we use daily such as roads. تمام. زي ما قلنا هنسيب البيم على جنب شويه ونتكلم على حاجه احنا بنشوفها كل يوم، ولتكن مثلا الطرق. اوكي. Roads date back centuries with some of the well-known examples being Roman made. Roads في منها طرق اتعملت من مئات السنين، هي مش حاجة حديثة بس احنا بنشوفها الايام دي، لا ده في رودز او طرق اتعملت من مئات السنين. في طرق كانت معمولة من ايام الامبراطورية الرومانية، يعني بقالها فترة طويلة. دلوقتي هنبدأ نتكلم بنوع من التفصيل شوية على شركة او مؤسسة بيلدينج سمارت، وعلى مفاهيم او الترمينولوجيز بتاعت الاوبن بيم او البيم المفتوح. قبل كده في درس من الدروس اتكلمنا على موضوع البيلدينج سمارت بطريقه سريعه، ادينا هيستوري بتاعها لما كنا بنتكلم على الهيستوري بتاع الديزاين والكاد والبيم وكده، ادينا هيستوري سريعه او خلفيه سريعه عن ايه هي بيلدينج سمارت وايه هي اللي بتحاول تعمله بالظبط يعني. تمام. ولكن في الفيديو ده هنحاول ان احنا نفصل الموضوع اكتر شويه، لان الموضوع بتاع البيم المفتوح او الاوبن بيم دي حاجة مهمة جدا، وحاجة من الحاجات اللي بتفرق كون الشخص البيم مانجر ده فاهم فعلا بيم، وفاهم فعلا الكونسبتس زي كولابريشن او اوبن كوردينيشن او اوبن بيم او اوبن ورك فلو، فاهم الحاجات دي ولا مش فاهمها. وبيظهر جدا في اي اجتماع او في اي ميتنج يتم عمله مع الستيك هولدرز، هل البيم مانجر الموجود في الاجتماع ده فاهم قدرات التيمات المختلفة وهيعرف ان هو يوفق ما بينهم على اختلاف السوفت وير ولا لا؟ فهنحاول ان شاء الله في الفيديو ده بشيء من التفصيل في الليسون ده ان احنا نتكلم اكتر على البيلدنج سمارت والاوبن بيم، وهندخل في الموضوع بطريقة اعمق شوية مما قلناه قبل كده. احنا شرحنا قبل كده الكونسبت الجنرال او العام، ولكن ما دخلناش في تفاصيل. المرة دي هندخل في تفاصيل، التفاصيل دي هتكون كافية ان الواحد يفهم الموضوع وفي نفس الوقت يقدر ان هو يشتغل بيه بشكل مبدئي. اوكي. وان هو يعرف ايه هي الريسورسز او الاماكن اللي هيدور فيها لو عايز يلاقي داتا زيادة او معلومات او انفورميشن زيادة. تمام. وان شاء الله قدام في الدبلومة هنحاول ان احنا ندخل تاني في الموضوع ده، بس بفكرة بقى الشغل، يعني لما اجي اشتغل فعلا في الاكشوال سوفت وير هشتغل ازاي. يعني النهارده على سبيل المثال هنتكلم مثلا على حاجه اسمها البي سي اف، هنتكلم عنها بشكل نظري ايه هي البي سي اف وبتعمل ايه بالظبط، لكن بعد كده في الدبلومه قدام هنتكلم بقى، هنشوف بقى البي سي اف فعلا وتطبيقه جوه ريفت او جوه مثلا النافس او جوه السيفل، ازاي بقدر ان انا ادخل فايلات البي سي اف، ودي فايلات من ضمن الباكج بتاعت الاوبن بيم. تعالوا نبدا نتكلم على طول. هنبدا اول حاجه نتكلم شوية على بيلدينج سمارت نفسها. بيلدينج سمارت هي المؤسسة، هي الاورجانيزيشن اللي عاملة الكونسبت، واوبن بيم هو التطبيق او البرودكتس بتاعتها هي عاملاها في شكل حاجة اسمها الاوبن بيم. زي ما قلنا قبل كده ان بيلدينج سمارت دي كانت مؤسسة اللي اسستها اصلا او اللي ساعدت في تأسيسها اوتوديسك نفسها،
ولكنها مؤسسة محايدة ملهاش دعوة بشركة بعينها، هي واقفة. بما اننا اتكلمنا الليسون اللي فات عن الاوبن بيم والمنظمة بتاعت البيلدينج سمارت، فعشان ناخد الموضوع خطوة اكتر لقدام ونفهم فكرة الاوبن بيم بيفيد في ايه لحد نهاية المشروع، كان لازم ان احنا نتكلم شوية على حاجة اسمها الكوبي. الكوبي هي ببساطة شديدة جدا هي تابعة لحركة الاوبن بيم، هي اوبن بيم موفمنت برضو. يمكن هي تختلف شوية عن الاوبن بيم موفمنتس الباقية، ان الحاجات الباقية زي الاي اف سي والبي سي اف والحاجات دي نوعا ما حصل لها نوع من الماتيوريتي وبدأ استخدامها يكون على نطاق واسع قوي، ولكن الكوبي ستيل لسه في الايرلي ستيجز بتاعتها، يعني مش لسه مطبقة بشكل واسع، ولكنها ان شاء الله احد الحاجات المبشرة واللي ليها مستقبل كبير جدا في الحركة بتاعت الاوبن بيم. هنبدأ البرزنتيشن بان احنا نعرف حاجة اسمها what is كوبي، عايزين نعرف الكوبي ونفهم اصل الكلمة ايه ومعناها ايه بالظبط وايه فايدتها بالظبط. طيب تعالوا نبدأ الاول نشوف كلمة كوبي جات منين. كلمة كوبي وهي بتتكتب بنفس الطريقة اللي احنا شايفينها كده قدامنا على طول في السلايد، السي والاو والبي كابيتال والاي اي سمول. كلمة كوبي اختصار للحروف الاولى من جملة construction operation building information exchange. construction operation اللي هي عملية النقل او الهاند اوفر من مرحلة الكونستراكشن لمرحلة الاوبريشن، من مرحلة البنى الفعلي لمرحلة الادارة والتشغيل والصيانة. building information exchange، تمام. فالجملة دي كلها كده على بعضها خدنا كل حرف من اول كلمة وبقت كوبي. اوكي ليه هم عاملين اول ثلاث حروف كابيتال والاثنين التانيين سمول؟ عشان بس يميزوهم ان كلمة construction operation building دي بتخص عملية الكونستراكشن والاوبريشن للمبنى، وبعدين انفورميشن اكستشينج اللي هي تبادل المعلومة الاي اي كتبت بشكل مختلف او بكيس مختلف. خلاص ده المصطلح ودي الطريقة اللي اتصك بيها المصطلح واحنا هنمشي عليه كده، ان هو كلمة كوبي مكتوبة بالشكل ده. طيب نفهم ايه فايدة الكوبي الاول، الكوبي جت ليه او ايه النيد لوجود الكوبي، ليه الكوبي حاجة مهمة، وايه الهدف اللي عشانه اصلا اخترعوا المصطلح ده واخترعوا الفكرة دي وبدأوا يشتغلوا على الاتجاه ده. الفكرة هي في اختلاف requirement واختلاف المعطيات في خلال الستيجز المختلفة بتاعت المشروع. احنا عندنا اول حاجة بتبدأ في المشروع دايما عادة يعني من اوائل المراحل هي الديزاين ستيج. وانس ان الديزاين خلص بكل التخصصات بتاعته بنروح بعد كده هنبدأ نتكلم على الكامون داتا انفايرومنت. الكامون داتا انفايرومنت هي زي الفيكل او المركبة اللي بتنقل او بترانزميت الفايلات بتاعت البروجكتس ومن ضمنها طبعا الفايلات بتاعت البيم. الكامون داتا انفايرومنت عاملة زي انفورميشن ريبوزيتوري او هاب كده بتدخل فيه الانفورميشن وبتخرج منه عن طريق اشخاص مختلفين برولز او بريسبونسبيلتيز مختلفة. قبل ما نبدأ نعرف الكامون داتا انفايرومنت ونعرف هي ايه بالظبط وبتشتغل ازاي او ايه انواع الداتا الكامون داتا انفايرومنتس المشهورة، تعالوا نتكلم الاول شوية على التوديز اندستري تشالنجز، المشاكل الموجودة في صناعة الاركتكتشر والانجينيرينج والكونستراكشن في الفترة اللي احنا فيها اللي اوجدت الحاجة لوجود الكامون داتا انفايرومنت. اول حاجة او اول مشكلة احيانا هتشوفها في بعض الشركات هي ان مفيش سنترال هب، مفيش مكان مركزي لتجميع الانفورميشن او الداتا. When we use different software packages without a central hub, the project information becomes unreliable. لما يكون في عندي فرق مختلفة شغالة، الفرق دي كلها شغالة ب different software packages ببرامج مختلفة بدون ما يكون في central hub، بدون ما يكون في مكان مجمع الداتا دي بتتجمع فيه، ببساطة شديدة جدا ال project information becomes unreliable. المعلومات بتاعت المشروع بتاعنا اللي غالبا هتكون كمان مدارة بواسطة البيم هتكون معلومة unreliable. احنا لما جينا نعرف البيم في الاول قلنا ان اهم حاجة في البيم هي ان الانفورميشن او المعلومة تكون reliable، يعني اكون متأكد ان المعلومة دي صحيحة، اكون متأكد ان هي فعلا المعلومة الاخيرة last version
في اي مرحلة من عمر المشروع من غير ما اكون محتاج ان انا اسأل او ادور على التروث بتاع الانفورميشن. فلما يكون عندي مثلا على سبيل المثال مشروع الناس فيه بتعمل الموديل المعماري بالريفت مثلا، الموديل المعماري والانشائي، وفي حتة ستيل في المشروع ده، الحتة دي مثلا هيتعمل لها موديلنج على سوفت وير زي التكلا، وده احد البرامج ان شاء الله هنشوفها مع بعض خلال فترة الدبلومة، التكلا ستراكتشرز. الشخص بتاع التكلا، الموديلر بتاع التكلا ببساطة شديدة جدا عايز ياخد الموديل المعماري والانشائي بتاع الريفت عشان هيكونستراكت عليه الشغل بتاع التكلا بتاعه، عايز يعرف الموديل ده شكله عامل ازاي والجريدز والليفلز والحاجات دي ماشيه ازاي والاكستيرير بولز ماشيه ازاي عشان الشغل بتاع التكلا يقدر ان هو يعمل له موديل ويعمل له كالكوليشن بطريقه مظبوطه ويعمل له شغل بطريقه مظبوطه. لو هو ما عندوش الموديل المعماري الفاينل ببساطه شديده جدا هيشتغل على فيرجن معينه من الموديل المعماري والانشائي، ممكن الفيرجن دي بعد فتره تكون اتغيرت اصلا. هم هنتكلم دلوقتي على الكلاش افويدنس والكلاش ديتكشن. كلمة كلاش افويدنس معناها تجنب الكلاش، وكلاش ديتكشن معناها تحديد او معرفة الكلاش. هنفهم ان شاء الله اكتر في خلال البرزنتيشن ده طول ما احنا شغالين يعني ايه كلمة كلاش ويعني ايه كلمة افويدنس ويعني ايه كلمة ديتكشن. نبدأ الاول بالجزء الاولاني وهو كلاش افويدنس، تجنب الكلاش. يعني ايه بالظبط الكلاش ويعني ايه كلمة افويدنس مقصود هنا بيها ايه، وكلمة او مصطلح كلاش افويدنس كله على بعضه مقصود بيه ايه. كلمة كلاش معناها ان حاجتين يخبطوا في بعض او يتعارضوا مع بعض او يعملوا مشكلة مع بعض، وكلمة افويدنس معناها تجنب. فاحنا مصطلح الكلاش افويدنس او احيانا زي ما بيتذكر في الاكواد بتاعت البيم بكلمة فوليوم استراتيجي مقصود بيه ببساطة ان احنا بنحدد فوليومز معينه في الثري دي لكل تيم من التيمات، لكل تاسك تيم يشتغلوا في الفوليوم ده بحيث ان شغلهم ما يتعارضش مع بقيه الناس. ده الموضوع ببساطه شديده جدا. تعالوا نتكلم على التفاصيل بتاعته. زي ما قلنا هو في الاكواد بتاعه البيم ساعات بيتسمى فوليوم، ساعات بيتسمى كلاش افويدنس، وساعات بيتسمى فوليوم استراتيجي. الفوليوم استراتيجي لو هنعرف الاول كلمه فوليوم، هنقول ان defining volumes allows more than one team to work on project models simultaneously. يعني تحديد الفوليومز ان انا احدد حجوم معينه او 3D zones معينه، ده allow more than one team بيخلي ان اكتر من تيم في المشروع يشتغلوا مع بعض في البروجكت مودلز simultaneously، يعني على التوازي يشتغلوا مع بعض. لان في مفهوم شائع مغلوط طبعا منتشر جدا ما بين الناس اللي بدأت تتعلم بيم، ان احنا معنى كلمة بيم ان احنا بنشتغل in one model، يعني بنفتح فايل ريفت وبنشتغل فيه كلنا مع بعض، معماريين انشائيين ميكانيكال بنشتغل كلنا مع بعض. حتى لو الناس بتفصل الشغل ما بين المعماري والانشائي والميكانيكال برضو بنلاقي ان المعماريين كلهم شغالين في موديل واحد مع بعض، وده بنسبة كبيرة جدا خطأ كبير جدا معظم الناس اللي بتبقى لسه بدأ المجال بتاع البيم بتقع فيه او بتستعمل الابروتش ده في الشغل، وده ابروتش غلط بنسبة كبيرة جدا. هنعرف دلوقتي هو ليه غلط وفكرة الفوليوم استراتيجي بتعالج الابروتش ده ازاي. لو هنعرف الفوليوم هنقول a volume is a special subdivision of the overall project that is clearly defined and agreed upon all project teams. الفوليوم، كلمة فوليوم هنا مقصود بها special subdivision. كلمة special جاية من space بمعنى فراغ ثلاثي الابعاد، تمام؟ subdivision يعني قطعة. هنتكلم دلوقتي على حاجة اسمها classification systems. لو هنحاول ان احنا نديها ترجمة عربية ممكن نسميها مثلا حاجة زي انظمة التصنيف مثلا، تمام؟ ومن الاسم بتاعها نوعا ما احنا هنقدر نستشف هي مسؤولة عن ايه بالظبط او بتعمل ايه بالظبط. تعالوا كده نبدأ نخش في الموضوع وهنفهم ان شاء الله الموضوع واحدة واحدة. لما نبدأ نشرح التفاصيل هنبدأ نفهم الموضوع اكتر وهنفهمه بتفاصيله ان شاء الله كويس. اول حاجة ايه هو الكلاسيفيكيشن؟ لما اقول كلمة كلاسيفيكيشن في صناعة الهندسة بشكل عام قبل ما نتكلم على البيم ببقى قصدي ايه او ببقى عايز اقول ايه بالظبط؟ كلاسيفيكيشن is ببساطة شديدة جدا categorization، تمام؟ عملية
بصنف فيها العناصر في شكل كاتيجوريز، يعني زي مجموعات كده، بجمع العناصر بتاعت المبنى في شكل مجموعات. It is the process، هي عملية in which objects، ان انا باخد العناصر او الاوبجكتس او الاليمنتس are differentiated، يعني بقسمها بمعزل عن بعضها، recognized وعشان اقدر اتعرف عليها and understood. تمام، بالمناسبة ده التعريف بتاع ويكيبيديا، لو حد كتب على ويكيبيديا كلمة classification هلاقي نفس التعريف ده بالظبط. تمام، ده بشكل عام قبل حتى ما نتكلم على صناعة الهندسة. طيب لو هندخل في الاركتكتشر والانجينيرنج والكونستراكشن والاوبريشن والاوبريشن اندستري، اللي هي الصناعه اللي احنا شغالين فيها، صناعه الاي اي سي او. تمام، الكلاسيفيكيشن سيستم وقتها gives different parties a common understanding of describing something، بيدي different parties الاطراف المختلفه a common understanding او a common language، يعني لغه عامه او فهم عام of describing something، لوصف الشيء. ايه هو الشيء ده؟ الشيء ده اي حاجة، اي شيء عايزين نوصفه. لما انا عاوز اوصف شيء معين في مبنى ايا كان الشيء ده ايه، ممكن اوصفه بطريقة اللي قدامي ما يقدرش يفهم انا كاتب ايه او عايز اقول له ايه، نتيجة اختلاف اللغة، اختلاف البلد، اختلاف طرق الكونستراكشن، اختلاف حاجات كتير جدا تخليني لو انا قلت كلمة معينة مثلا في مصر ما تتفهمش مثلا في دولة تانية. على سبيل المثال هنا في مصر بنسمي المباني مثلا طوب او مباني، في بعض دول الخليج بيسموها طابوق، صح كده؟ الاختلاف ده في الترجمة في الترانسليشن ممكن يبوظ حاجات في النص، لان مفيش مسميات واضحة بتتنقل من طرف للتاني، وبالتالي مفيش لغة واضحة من طرف للتاني. This something، هذا الشيء ايا كان هو ايه، can be anything، ممكن يكون اي حاجة، large or small، من الحاجات الكبيرة جدا الضخمة لحد. دلوقتي هنبدأ نتكلم على الوظيفة بتاعت البيم مانجر، البيم مانجر رولز، وهنفهم كده شوية متطلبات للوظيفة دي، وايه هو البيم مانجر بالظبط، وبيعمل ايه، وبيكون مسؤول عن ايه، وايه الباثز اللي ممكن تمشي فيها كبيم مانجر، لان البيم مانجر نفسه ليه تقسيمات او ليه مسارات مختلفة وظيفية ممكن هو يمشي فيها. اول حاجة هنبدأ نتكلم على introduction، نفهم منها اكتر كلمة بيم مانجر دي بتعبر عن ايه. تمام، بيكون مسؤول عن ايه بالظبط، او بيعمل ايه بالظبط في المؤسسات. One of the biggest players in the construction section، من اكبر الحاجات المهمة دلوقتي في المجال بتاع صناعة الكونستراكشن is definitely BIM، هو حاليا هو البيم، البيلدينج انفورميشن موديلينج. البيم دلوقتي يعتبر زي موضة او ترند طلع في العالم، زي ما كان في ترند مثلا الكاد من 20 سنة، زي ما مثلا كان في ترند البي ام بي البروجكت مانجمنت من 10 سنين. الفكرة ان كل فترة زمنية معينة بيحصل زي ترند كده، في حاجة بتاخد الاضواء نتيجة الاحتياج ليها، يعني بتكون حاجة نادرة والناس بتكتشف ان هي مهمة جدا وليها احتياج كبير، وبالتالي بتسحب الاضواء ناحيتها وبتفضل فترة كده مسيطرة على السوق ومسيطرة على الصناعة. ده اللي حصل دلوقتي مع البيم، عشان كده البيم دلوقتي فرصة كبيرة جدا، ممكن نفس الفرصة ما تبقاش متوفرة قدام، يعني كمان 10 سنين من دلوقتي ولا 15 سنة من دلوقتي خلاص كل الناس هتبقى اشتغلت بيم، كل الشركات هتبقى حولت بيم، هيبقى في كل شركة بيم مانجر او اكتر، الفرصة اتقفلت وخلاص بقى الموضوع طبيعي ونورمال وحاجة عادية، مش هو ده الحاجة اليونيك. ساعتها هتبقى فيه حاجات جديدة هي اللي هتاخد السوق الهندسي، زي الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الصناعي، زي البيج داتا اناليسز، تحليل البيانات الضخمة، زي الفيرشوال رياليتي، الفي ار، زي الاي او تي، انترنت الاشياء، كل الحاجات دي هي اللي هتاخد الترند الفترات اللي جاية. ولكن حاليا دلوقتي البيم يعتبر ترند، دي ميزة كويسة جدا او نقطة مهمة جدا احنا محتاجين نفهمها، ومحتاجين ان احنا نشتغل عليها ونقتنص الفرصة بسرعة. تمام، BIM is the process of generating and sharing information، البيم بالاساس هو هدفه الاساسي الجنريشن والشيرنج بتاع الانفورميشن، ان انا انتج المعلومة وان انا اشير المعلومة. It revolves around creating a digital representation، البيم بيتمحور حول ان انا انشئ digital representation، تمثيل ديجيتال، تمثيل الكتروني of a particular facility،
عن فاسيليتي معينة. كلمة فاسيليتي مقصود بيها هنا أي حاجة بيلدينج أو انفراستراكشر.